السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي الكرام تكلمنا في الحلقة الماضية سيكولوجي الانحراف عن أسلوب الالتزام والتوافق الذي استخدمه المحققون الصينيون في استدراج الأسرى الأمريكيين إلى تغيير مبادئهم والتعاون معهم. اليوم سنتأمل إسقاطات أسلوب الالتزام والتوافق على واقع الحركات المنتسبة للعمل السياسي الإسلامي. رأينا في سيكولوجي الانحراف أن الأسير كان يطالب بداية بتصريح يبدو عديم الأهمية، عديم التبعات، ينتقص فيه ولو قليلا من نظام دولته أو يلين قليلا لنظام الدولة المعادية. بدأ الأسير بعبارات مثل أمريكا ليست كاملة، أو لا بطالة في الشيوعية، وتدرج به حتى أصبح في النهاية واشيا عن رفقاء سلاحه إن حاولوا الهروب من معتقلهم. قارن ذلك بتصريحات بدات بها الحركات الاسلاميه السياسيه مثل الديمقراطيه مبدا باطل يتعارض مع الاسلام لكنها الوسيله الوحيده المتاحه للوصول الى الحكم الاسلامي فسنتخذها مطيه لذلك لا هدفا اذن بدا الامر بانكار الديمقراطيه لكن مع اعتبار التعاطي معها ضروره ثم تطورت الأمور فأصبحنا نسمع اعترافا بالديمقراطية فإذا ما رجعوا قالوا نحن لا نتكلم عن الشق التشريعي من الديمقراطية إنما عن آليات الديمقراطية ووسائلها إذا أصبحت كلمة ديمقراطية عندهم حمالة وجوه يجوز إقرارها بنية الوجه الصحيح منها الذي لا يتعارض مع الإسلام ثم تطورت الأمور إلى أن أصبحنا نسمع عبارات مثل لا بد من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع اراده الشعب هي الفيصل في المبادئ والافكار وهذه التصريحات هي خلاصه الديمقراطيه التشريعيه خلاصه الديمقراطيه كمنهج حياه ثم وصل الامر الى ايجاب التصويت بنعم للدستور الديمقراطي معللا بعضهم ذلك بالعبارات المقيده في المضابط الخافيه عن عيون الناس بينما يعترف البعض الاخر بانه دستور شركي لكن يرى اقرار هذا الشرك هدفا مرحليا لمنع استبداد العلمانيين والفلول هذا فيما يتعلق باللين للنظام غير الاسلامي كما كان الاسير يلين للنظام المعادي شيئا فشيئا اما فيما يتعلق بانتقاص الاسير من نظام دولته شيئا فشيئا فيشبهه في واقعنا التصريحات المتتاليه التي فيها غض من قيمه الشريعه او اجتزاء منها بطريقه او باخرى، فبدايه كانت الشريعه كامله هي المطلب الاوحد الذي لا نكوص عنه في حال الوصول الى الحكم، ثم اذا ببعض الحركات السياسيه الاسلاميه تشارك في السلطه فتلتزم بالقانون الوضعي، مما اثار عليها المطالبين بتحكيم الشريعه، فوجدت الح... الحركات السياسية نفسها وسط معركة الرد والإفحام مضطرة للدفاع عن نفسها وعما تبنته من دم... من ديمقراطية ومنتقصة لخصومها وما يدعون إليه من تطبيق الشريعة وهنا الخطورة الانتصار للنفس وللمنهج المنحرف كان في المحصله على حساب الشريعه وادى الى الانتقاص منها بوجه او باخر فمره يميع مفهوم الشريعه بعبارات مثل من قال ان الحركه الفلانيه لا تطبق الشريعه بل هي تطبق الشريعه الشريعه تعني العدل تعني المساواه وهذه موجوده في ظل الحكومه الفلانيه ومرة يصرح بأن الحدود هي أحكام فقهية وليست من مبادئ الشريعة، وأن المطلوب إنما هو الالتزام بمبادئ الشريعة. ومرة يتعذر أصحاب هذه المناهج لأنفسهم بأن الناس لا تريد الشريعة ولا تتحملها وهذا انتقاص، وأن تطبيقها سيفجر البلد في إيحاء نفسي سلبي خطير فاشل للشعوب التي تسمع وترى هذا الصراع الفكري وما يدور فيه، فتخوف من الشريعة مع انها كانت اكثر حماسه لتطبيقها من الاسلاميين انفسهم في البدايه، ومرة يسلم بوجوب تطبيق الشريعه لكن بشروط، كأن يكون تطبيقها مشروطا بموافقه البرلمان، او تطبيقا بالتدريج، او ان تطبق بعد حل مشاكل المجتمع، وقد بينا بالتفصيل في حلقات نصرة للشريعه انتقاص ذلك كله من الشريعه وتهزيله لمفهومها، لكن لاحظ انه حتى تلك المرحله كان يسلم بوجوب تطبيقها انما بشروط ومحددات. ثم اذا بنا نسمع شعارات مثل الحريه قبل الشريعه، الاستقرار قبل الشريعه، في سياقات تصرح احيانا بان هذه القيم كالحريه والمساواه والاستقرار مقدمه على الشريعه سواء افضت الى تطبيقها ام لم تفضي، الى ان وصل الامر وسط معركه الجدال الى ان نسمع من اسلاميين لمزا بالشريعة وأقوالا لا تختلف في مؤداها عن أقوال العلمانيين وكأنهم انتهوا حيث بدأ العلمانيون فسمعنا من مفتي حركة مدافعا عما فعلته حركته بجماعة منادية بتطبيق الشريعة سمعنا قوله هؤلاء يتباكون على الشريعة المعطلة في نظرهم ولا يهدأ لهم بال حتى يروا رؤوسا تتطاير وأيدي تقطع وظهورا تجلد وهذا فيه لمز واضح بالحدود الشرعيه ونفور وتنفير منها للاسف الشديد وسمعنا في فتنه الدستور من شخصيات معتبره عبارات مثل لا مكان حاليا لاقامه الخلافه اذهبوا واقيموا دولتكم وطبقوا الشريعه في الصحراء وهي عبارات لا تختلف عن عبارات العلمانيين والله المستعان، كما وصل الامر الى ان يبرر المبررون بان هذا الحزب الاسلامي او ذاك لم ياتي اصلا لتطبيق الشريعه، اسلامي ولن يطبق الاسلام، سبحان الله. اذا اخواني بدا الامر بتصريحات بسيطه. كلمه هنا او جمله هناك يعتبرها البعض غير ذات قيمه. لكن قائليها التزموا بها واضطروا للدفاع عنها ثم اذا بالركب ينحرف بشكل كامل الانتقال من تنازل لاخر كان انسيابيا ولا شعوريا احيانا ساعد في هذا الانتقال ونجاح اسلوب الالتزام والتوافق في حرف الحركات السياسيه عوامل منها اولا ان كل تصريح منحرف خطير كان يلقى جيشا من المبررين المغلبين للعاطفه الذين يحسبون حسن الظن نافعا على كل حال ولا يعلمون انهم بوضع حسن الظن في غير موضعه يساعدون في انجراف الناس الى الهاويه وانفاذ مخططات الاعداء بينما هم يشوشون وتطغى اصواتهم على صرخات المصلحين المحذرين فتعذر هؤلاء المبررون بدايه بان هذه التصريحات سياسيه يراد بها مراوغه العدو وكف شره اذن هي تصريحات باطله باعترافهم لكن لها ما يبررها لكنهم انتهوا بتبرير الباطل ذاته في النهايه العامل الثاني هو عامل الالتزام العلني فالتنازلات عن الثوابت موثقه توثيقا مرئيا ومسموعا ومكتوبا ولذا حرصت الانظمه وصاغت الدساتير على الزام النائب والرئيس بالقسم على احترام الدستور الذي يجعل التشريع لغير الله تعالى وهذا من اكبر فخاخ الالتزام والتوافق ومع ذلك تجد من يقول ان هذا القسم مفسده تغلبها مصلحه الاصلاحات المنشوده وهذا حقيقه من السذاجه والضحاله الفكريه والجهل العميق بالابعاد النفسيه لمثل هذا القسم فضلا عن حرمته شرعا ثم عند كل تنازل لم يهدا بال لاعداء الاسلام الصرحاء حتى حشروا هؤلاء المتنازلين في الزاويه والزموهم بتبعات تصريحاتهم وتطبيقاتها الواقعيه فاقر بها المتنازلون علنا قالوا لهم هل سترضون بنتائج الصندوق ايا كانت ردوا نعم ايا كانت فشكلت هذه التصريحات والمواقف تنازلات جديده فتحت عليهم جبهه جديده مع من يحاكم مواقفهم الى شريعه الله تعالى فوجد المتنازلون انفسهم وسط مثلث فمن زاويه اعداء الاسلام الصرحاء الذين يحس المتنازلون تجاههم بعقده النقص ولا زالت ارواحهم محبوسه في سجونهم وان اخرجت اجسادهم الثورات هؤلاء الاعداء لن يسكتوا ان تراجع المتنازلون عن تصريحاتهم او حاولوا تاولها بما يتوافق مع الشريعه ومن زاويه ثانيه خصومهم الفكريون الذين ينادون بحق بحرمه التنازلات لكن لا يحسن بعضهم التوازن بين, بين بيان فساد المنهج من جهه والرحمه بالمخالفين واراده الخير بهم من جهه اخرى مما يجعل العزه بالاثم تاخذ هؤلاء المتنازلين ويطغى عليهم الانتصار للنفس ومن زاويه ثالثه عوام الناس الذين يعلمهم المتنازلون في المساجد ان التذبذب والمراوغه ليست من صفات المؤمنين العوام الذين يحبون الشجاعه والجراه والمتنازلون يحرصون على ارضاء قاعدتهم الشعبيه واقناعهم بسداد منهجهم وابطال منهج مخالفيهم، فكان لا بد من ان يظهروا منسجمين مع تصريحاتهم ومواقفهم لانه كما بينا في الحلقه الماضيه يبدو الشخص الذي يتصرف باشكال متناقضه في عيون الناس متقلبا، غير واثق، مشتت الفكر، غير جدير بالثقه، وهذه الخصائص كلها مكروهه من المجتمع ومن الشخص نفسه، فاراد هؤلاء المتنازلون أن يظهروا متوافقين في تصرفاتهم ويتجنبوا ما يمكن اعتباره تضاربا في مواقفهم أمام شعبهم وسط هذه الأقطاب الثلاثة إرضاء الأعداء والعناد مع الخصوم الفكريين وكسب ثقة الناس المحبين للشخصية المنسجمة انبرى المتنازلون للدفاع عن مواقفهم وتصريحاتهم المصادمة للشريعة حاطبين في الليل لأي دليل شرعي أو عقلي يشهد لها على طريقة اعتقد ثم استدل وهي طريقة لا يصيب حاملها الحق أبدا خاصة إذا فقد التجرد ودفعه التعصب إلى أن ينتصر لنفسه وحتى يقنع الناس كان لا بد أن يقنعوا أنفسهم أولا ففاقد الشيء لا يعطيه وخدعوا أنفسهم للأسف حتى أقنعوها حصل تغير حقيقي في النفسيات التي اصبحت تصريحاتها ومواقفها جزءا من كيانها، خاصه مع وجود التوثيق والالتزام العلني المكتوب والمرئي والمسموع. اصبحت مواقفها جزءا من كيانها فوجدت نفسها وجدت نفسها تدافع عن مواقفها كما تدافع عن كيانها، وبهذا قاد الالتزام الى التوافق، التزموا بتبعات تنازلاتهم ثم وافقوا نفسياتهم مع هذه التبعات. هذا التوافق هذا التغير في النفسيات سهل تقديم تنازلات اكبر، وكلما كسر باب من ابواب الثوابت اجترئ على ما بعده، واتى اصحاب التصريح الاول بثان هو من لوازمه وتبعاته، وانتصب جيش المبررين الجاهز للدفاع عن هذا التنازل الجديد ايضا. وفي كل مره ينقشع غبار المعركة عن تحويل مسألة من القطعيات الى مسألة ظنية اجتهادية، وهكذا جاء الهدم على الثوابت واحدا تلو الاخر، والعجيب ان هؤلاء المتنازلين كثيرا ما يبررون تنازلاتهم الجديدة بعبارات لا تعني الا انهم وقعوا في الفخ، وهي قولهم: لنكن صريحين فالذي يقبل بالديمقراطية وشروطها عليه ان يقبل باستحقاقاتها لا يجوز ان نتحدث عن العداله والمساواه والحريه ثم نضع الشروط المانعه اي الشروط الشرعيه المانعه من التطبيقات المنحرفه للديمقراطيه يذكرون هذه العباره الببغائيه وكانها الدليل الناسخ لكل دليل وما هي الا تعبير صريح عن انهم نصبوا لانفسهم فخا محكما اعانوا اعداءهم عليه ثم وقعوا فيه واوغلوا بدلا من الرجوع الى الحق كان هذا ما يتعلق بعاملي التوثيق والالتزام العلني وسنتكلم في المره القادمه باذن الله عن عاملي بذل الجهد الاضافي والدافعيه الذاتيه لكن نقول ختاما اخواني لاجل هذا كله ولحكم يعلمها الله حذر عز وجل من الانحراف البسيط وغلظ عقوبته فهو سبحانه يعلم هذه العواقب الوخيمه ونحن كبشر اضعف من اعدائنا الذين يكيدون ويوظفون العلوم النفسيه والاجتماعيه والسياسيه والعسكريه لحرفنا عن ديننا وردنا عنه اضعف منهم الا ان نعتصم بحبل الله ونعض على سنه نبينا بالنواجذ ونلزم المحجه التي لا يزيغ عنها الا هالك انظر الى قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا الشيء القليل لن يكون فعلا كفريا يقينا، فالفعل الكفري ليس شيئا قليلا، ومع ذلك لو وقع منه عليه الصلاة والسلام: إذا لأذقناك، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لأذاقه الله عذابا مضاعفا في الدنيا وفي الآخرة. انظر إلى قوله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك عن بعض ما انزل الله اليك وانظر الى قوله تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ولا والله ما انتصر المتنازلون في الدنيا ولن تنصرهم تنازلاتهم من عذاب الله في الاخره الا ان يتداركهم برحمته ويردهم الى الحق ردا جميلا. افلا يتدبرون القران؟ افلا يتدبرون هذه الايات افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر في بعض الامر فكيف بمن اطاعهم في الديمقراطيه كمنهج حياه فمن تعامى عن هذه النداءات الالهيه كلها ففقد الحصانه ففقد الحصانه وضره كيد اعدائه فلا يلومن الا نفسه نسال الله ان يهدي الضالين ويصلح احوال المسلمين